وكلاء الدفاع. بعدين بعدين. بعدين أستاذ. الحارس انت، هذا الحارس. اذن له. واحنا مشينا الطلب وثبتنا على اساس يزودوا بسماعه خاصه. وانت سبق اني طلعت على التقرير الطبي اللي صادر بحقه، يعني من مجموعه اطباء. عندكم نسخه من التقرير؟ في جلسه سابقه اليوم امس وقد توقفنا بين قوسين علي حبيب جعفر وجاسم محمد الحتو. نعم بصدد المحاكمة. نعم نعم بصدد المحاكمة. نقول وثيقة. نعم سيد رئيس المحكمة قالها في الجلسة الماضية. نعم بصدد بصدد إثبات. ونظرا لضيق الوقت وإن المتبقين من العدد الكلي للمحكومين هو 96 محكوما. 21/9/2023 لا صدر القرار هذا. 23 لا 21 هو نفس اللي دانس. نعم نظام عندي اذا تسمح لي. اي سياده القاضي من خلالك للسيد المدعى العام. المدعى العام يمثل باسم ثائر عباس علي قسم الاحكام الطويله. لا ابو قبلهم. اي هو دقيقة. هو آمنة ومريم وفاطمة 19 و11 سنة و10 سنين و8 سنوات. 35 حكيمة صادق حبيب. ولكن بسيارات كثيرة. نعم. سبحان الله. حقيقة هو ترحيل العوائل على شكل لا يجوز لمدعي أن يأتي بالاستنتاجات المسبقة قبل صدور الحكم. وخاصة هو رجل يفترض به يمثل من يسمون بالمتهمين ومن يسمون بالمشتكين، ولا يمثل وليس هو محامي للمشتكين فحسب. دفع مقبول. دفع مقبول. أشكركم. الجهة الصادرة. اي نعم حزبيا واداريا من تاريخ 1/3/82 إلى تاريخ 1/10/82 تم إعدام 4 أيضا هو ذاكرة وذاكرة المتهم عبد الله كاظم رويد هذا حسين المساكين والأراضي الزراعية وهذه تاريخ هذه الصورة وبعدين يا تاريخ أستاذ. نعم عيد التاريخ بس محدود. انت ما توزع خيرات، هاي محكمه ومحكمه لها قانون. شنو هالتعابير منك انت؟ ما تكف على هالمصطلحات وهالتعابير. ما تكف انت، ما تعطيني كراميه. ما استريح استريح استريح. قمنا نسوي استريح استريح. سيد رئيس المحكمه مو وكيلك بالدعوه. اي بعد هذا سيد رئيس المحكمه المحترم.